السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وجايلكم النهاردة ان شاء الله هنعمل ايه بقى؟ هنطبخ النهاردة فاصوليا خضراء ومجهزة حاجتها البصل والشفشق الطماطم. بس تعالوا معايا الاول ايه بقى، نشرب فنجان قهوة كده واحنا بنعمل الاكل. نص معلقة سكر كده بحب اشربها على الريحة، يعني كنت بشربها والله الاول سادة، محبش السكريات كتير. هنا معلقتين بن اهو. يلا نعمل القهوه ونرجع نعمل الفاصوليا معاكم. اهو بقى نعمل ايه بقى، انا سبت القهوه بقى مع نفسها. هنا بصوا معلقتين ايه سمنه، هنسيبهم بقى يسيحوا كده على الطبيعه. السمنه ساحت معانا اهي، نحط البصل اهي. مش هنخليها تاني، بس ايه ندبلها شويه كده وبس كده، وبعد كده ايه نحط الفاصوليا. الجو النهاردة ترابة وعفرة يلا الحمد لله، الله يكون في عون الولاد اللي بيخرجوا بقى ورايحين المدارس ودروسهم، ربنا معاهم يا رب وينجحهم يا رب. يلا اضغطوا لايك واشتراك في القناة. وعملنا القهوة بتاعتنا بوشها الجميل، ايه رأيكم بقى؟ سلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنحط بقى الفاصوليا اهي، هنقلبها بالبصلة كده. هي مجمدة بس لسه عشان كانت لسه مخرجاها من الفريزر. نجيبها شوية كده بصوا، هنحط الفصين والتوم دول بس هنخرطهم عليه. والله اعملي الفاصوليا بالطريقه دي حلوه قوي، هتعجبكم، جربوها وقولوا ايه رايكم. ومعانا الطماطم اهي،
بصوا بقى التكة دي مش اي حد يعني ايه بيعملها، نص معلقة سكر علشان الطماطم والحموضة في قلب الطبيخ، جربوها كده هتعجبك، نص معلقة بس مش هتعمل حاجة وهيبقى الطعم زي ما هو، والله مش هتغير، نص المعلقة دول مش هتغير بس عشان الحموضة بتاعة الطماطم. الفلفل الأسمر، بس احنا سيبناها تاخد في الصلصة كده، تغلي شوية في الصلصة شوية، نحط مكعب مرقة نزودها شوية مية، نحط بقى الملح بتاعها، نعملها طبعا اللي عنده شوربة يكون أفضل، فعشان ما عنديش شوربه حطيت مرقه وهتبقى طعمها ان شاء الله جميل. نعمل بقى شويه رز ونرجع لكم تاني بقى كده. تعالوا يلا اشربوا القهوه معانا، تعالوا اتفضلوا اشربوا القهوه معايا. اضغطوا لايك يلا اشتراك في القناه. سيبنا بقى الفاصوليا ايه تستوي لوحدها مع نفسها كده، ونعمل بقى شويه رز بالشعريه كده، حطينا معلقتين سمنه وفي الشعريه، يلا تصفر بقى الشعريه اتفرت معانا اهي. الرز بقى من هنا خلصنا الفاصوليا اهيت اهي جميله، خلصنا الرز مفلفل اهوت اهوت اهو، ندوق بقى كده نقول لكم ايه رايه، اعملوها بالطريقه دي وهتعجبكم، قولوا له ردكم في التعليقات. والله العظيم طعمها حلو، وده كان نهايه الفيديو النهارده. اضغطوا لايك، شفتوا شكل الفاصوليا عامله ازاي، طعمها بقى شوفوا بقى طعم لما الشكل يكون كده الطعم يكون عامل ايه. اضغطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، والحوض اهو برده بعد ما خلصنا اهو. قبل ما تخرجوا من المطبخ لازم تخلصوا كل ايه حاجه، تنضفوا مطبخكم كده، وما تكسليش بقى طول الجو ساقعه وهوا كده وتقعدي تحت اللحاف والكلام ده، لا قومي يلا اتجدعنوا كده وخلصوا اللي وراكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك في القناه، مع السلامه.